هناك خطأ يقع فيه بعض المصلين، ألا وهو أنه يرفع رجليه في السجود أو يديه أو جبهته أو أنفه، لا يمكنهما من السجود. وهذا خطأ قال كثير من أهل العلم أن من لم يمكن جبهته وأنفه من الأرض ولم يضع يديه ورفعهما أو رجليه ورفعهما فإن سجدته هذه باطلة، فإذا لم يأتي بسجدة مكانها فإن ركعته باطلة، عليه أن يعيد الركعة. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا، وفي رواية أمرت أن نسجد على سبعة أعظم، الجبهة وأشار إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. إذن هذه سبعة أعظم أمرنا أن نسجد عليها، والسجود ركن من أركان الصلاة، وجاء في رواية أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة وأشار إلى الأنف، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. إذا من رفع رجليه وهو ساجد كمن يرفع رجل واحدة أو ثنتين فإن سجوده غير صحيح، ومن لم يمكن جبهته وأنفه رفعهما عن الأرض فإن سجوده غير صحيح، ومن رفع يديه عن الأرض وقت السجود فإن سجوده غير صحيح، على قول كثير من أهل العلم. فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر، فنحتاج إلى هذه التنبيهات للمصلين والمصليات، لأن هذه الأمور كثير من الناس يجهلها، وكثير من الأئمة أيضا هداه الله أو الخطباء لا ينبه عليها، مع أن الصلاة أمرها عظيم وفضلها كبير وأجرها جزيل عند رب العالمين. فعلى الإنسان أن يتنبه وينبه إخوانه وجماعته وأهله وأبناءه وذوي رحمه وجميع من يعرفه، ينبهه ليبلغ ماذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، بلغوا ماذا؟ تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف. فانظروا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يبلغ دينه ويبلغ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.